السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معاكم عن الجي بي يو الخاص للحق الماك بوك برو 16 انش اللي ابل تو نزلته. كبدايه، الماك بوك برو 16 انش اللي نزل الحين مش تحديث، مش ماك بوك برو جديد، من موقع ابل مش حاطين حتى علامه نيو عليه. الى الان ماك بوك برو 13 والماك بوك برو اير هذا الجديد مكتوب عليه. هذا مثل ما تقول، اعطيك اياها مثال بسيط. عندك سيارة في كل المواصفات فيها وكل شيء، بعد 6 شهور الشركة نزلت مثلا نفس السيارة نفس المواصفات كل شيء، بس هذيك غير أسرع مثلا، مثال يعني بسيط كذا، ما حطت أي ميزات جديدة، ما غيرت أي شيء، عطتك خيار جديد أنك تقدر مثلا خلاص. مثلا الحين عندك 3 جي بي يو أو معالج رسوميات 3، الحين حطتك رابع، بس تختار بينهم كيفك، تبي هذا ولا هذا بس. ف الخيار الجديد الحين، قبل كل الخيارات القديمه كانت جي دي دي ار 6، الان نزلت خيار جديد وهو اتش بي ام 2. شنو هو الاتش بي ام 2؟ ليش مش جي دي دي ار 6؟ شو اللي مسوي ابل؟ منين جاب هذا الشيء؟ ايش ميزه هذا الشيء؟ راح نتكلم معاكم الحين، فخلونا نبدا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ اقلط اقلط. اوكي، فالحين بنتكلم معاكم عن HBM2. وش معنى HBM2؟ معناه هاي مثل ما نشوف عندكم باندويد ميموري. بس فهمنا شنو HBM2. اوكي، هذا الفرق بين هذا الفرق. مع السلامه، هذا الفرق. شوفكم في الفيديو الثاني. هذا الفرق بينه وبين جي دي دي ار 6. بس بنيه الجي بي يو هذا يختلف عن جي دي دي ار 6، البنيه تختلف، لان اختلاف في السرعه، اختلاف بطريقه البنيه او كيف مبني الجي دي ار 6، الهندسه والاتش بي ام 2 ولا الاتش بي ام الاول ولا اتش بي ام 2 الان ولا الاتش بي ام 2 اي اللي راح ينزل او اللي نزل بس ما نزلته ابل عندها. فراح نتكلمكم عن هذا الشيء. فكبدايه نرجع مره ثانيه، يلا نبدا. هاي باندويد ميموري اتش بي ام، نروح هذا هذا الهندسه مالته، هذا الارتكل نفس الهندسه نشرحها الحين، بس لازم تظل تدري ان هذا طبعا جي بي يو، بس هذا كارد. اوكي، هذا حق بي سي. صح، اي ما هو مال لابتوبات، لان ما في لابتوب حتى الان في جوجل بي ام، ما في لابتوب حتى الان موجود اتش بي ام 2، كلهم جي دي دي ار، ما في اتش بي ام اي نوع من الاتش بي ام. ابل كذا فجاه بتنزل هذا الجي بي يو في لابتوب كذا. وش يستخدمون فيه؟ يستخدمونها حاليا في السوبر كمبيوترز، الورك ستيشن. شغل يعني جبار، شغل انك تاخذ هذا سعره غالي، سعر لابتوب ثاني، فهمت شلون؟ سعره اقل من لابتوب بعض، يعني تقدر تشتري لابتوبين ممكن من لحق الشغل الخفيف. السوبر كمبيوتر، السوبر كمبيوترز هذولي يصيرون مباني، يصيرون غرف 3D والافتر افكت، اللي يدرسون حق ناسا، اللي حق دراسه، حق مختبرات، حق علماء، شغلات كذا، ما هو حق تلعب. انا اشغل علي ما تلعب عليها ماينكرافت، لا يعني مش لحق اخراج خفيف ولا الاشياء دي، لا حق اشياء قويه يعني. حتى السوبر كمبيوترز ما هو بالاخراج، بس بيعطيك مسافه اعلى، بس انه يعني انت اذا كنت عندك بزنس وعندك شيء بتشتغل فيه وخلاص بتطلع قيمه اللابتوب، اوكي خذه. بس لا، انت بتسوي شغل خفيف وبعد 3 سنوات 4 سنوات بتغير اللابتوب. جي دي دي ار 6 ممتاز. الحين حاليا احنا نتكلم عن الاتش بي ام، الاتش بي ام ما لنا دخل في اللابتوب. انا ثاني شيء اللي نتكلم عنه الحين يمكن ما في ما في مقارنه باللابتوب. لابتوب اول مره ينزل، ما بعد ينزل اصلا، ابل اعلنت عنه بينزل الاسبوع هذا ان شاء الله، لكن ك يعني المقارنه دي كلها موجوده في البي سي. الى الان بي سي لغه جديده في برمجه الجي بي يو او هندسه، فيمكن يصير شكل مختلف كبير عن في الماك. ايه، احنا نتكلم عن اللي نشوفه، عن الموجود. غير كذا ما نقدر، لان ابل الحين ما نزلته، ما حتى روتر داون، وابل ما تكلمت ولا قالت شو الفارق، ولا في اصلا مؤتمر كذا ضرب بيستقطب الزر. يمكن في دبليو دبليو دي سي يتكلمون عن الدعم ماله ولا شيء. اول شيء خلينا نشوف قبل ما نتكلم عن ارخص اتش بي ام 2 اقدر اشتري لحق البي سي. لحق البي سي، ايه لان ما في الا بي سي اصلا. ايه، اول شيء تروح حق كواترو. كواترو تو محدثين لهم 4 شهور 3 شهور شيء كذا، يعني تو محدثين الكواترو بالكواترو ار تي اكس. هذا اضعف واحد، هذا اضعف واحد، اضعف كواترو ار تي اكس 800. هذا طبعا الجي دي دي ار 6. اوكي،
ما هب HBM2 اي نفس دقيقه نفس اللي في لابتوبات ابل الفئه اللي قبل HBM الفئه اللي مثلا او لو تخش حق الماك بوك 16 انش في فئتين ماك بوكس ما بدي دي ار 5 فهم لو تروح لا لو تروح حق اللابتوب لا لو تروح حق الفئه الثانيه اللي على اليمين على واحد تضغط عليه تسوي سبيكس يطلع لك 3 جي بي يو الاول جي دي ار 6 تقريبا 4 جيجا رام الثاني جي دي ار 6 تقريبا 8 جيجا الثالث اتش بي ام فالان جي دي ار 6 مبدئا لسه تشتري حق اللابتوب جيمنج والالعاب ذي بس هذا ما بحق جيمنج بحق العاب هذا حق ورك ستيشن ما بحق سوبر كمبيوترز حق ورك ستيشن حق عمل حق رندر حق افتر افكس حق افتر افكس حق شركات شوف سعره كم 5500 رخيص طبعا هذا يعتبر رخيص رخيص هذا ارخص واحد الان رخيص يعني شوف انت تحتار يا اطلب عشا اليوم ولا اكل من الثلاجه واشتري لي كواترو لانه رخيص ليش انت لما طلبت عشاء ب 5500 لانه رخيص لانه رخيص يعتبر رخيص هذا لا ومن الدرجه انه مسوين لك ليمت لحق لو تطلبه من الموقع نفسه ليمت لحق 5 يونس 5 حبات لحق كل شخص هذا الحين نجي الاعلى من زياده نجي الاعلى ليش ارخص لا لا هذا ال 800 هذا لا لا هذا هذا الارخص هذا 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 الارخص هذا الارخص لان انا يوم فتحته اصلا في الجوال عندي كان غير الارخص اوكي هذا الارخص هذا الرخيص وهذا العالي الفرق الرام الجي دي دي ار شوف هنا 48 والتير فلوبس نفسه لانهم نفس البنيه الواطي 95 وين الواطي 295 ولا 260 على الجرافيكس اوكي ففي اختلاف تقدرون تشوفون الموقع توقفون الشاشه وتشوفون الاشياء تحط الموقع في اللينك اذا احد منكم ما ادري ايش تحتاج تحط الموقع في اللينك اذا حد بيشتري ما ادري ايش تشتري طيب اذا اذا واحد منكم عنده كواترو حط رقم جوالي حط رقم الحساب مال البنك طيب انزل تحت الحين بنخش على HBM هذا طبعا هذا ذي القديم ما بعد يتم تحديثه اوكي طبعا شوف سعره كم 9000 ها طبعا 9000 عندهم في الموقع هذا مش موجود اصلا مو موجود تجوجل تدور عن تلقاه باغلى تلقاه ب 10000 11000 تلقاه اي باي ما ادري غيره هذا كواترو هذا الجيل القديم هذا ايه هذا الاتش بي ام الاتش بي ام 2 نفس تقنيه اللي حاطين هابل في الرامات وشفت التيرا فلوبس طبعا هذا غريب لدرجه انه في اكثر من بيرفورمانس شفته ايه بيرفورمانس هذا طبعا هذا فوق لا هذا فوق النولج مالنا جالسين احنا ما ننكر هذا ذيلي شغلات احنا مفروض ما يهمنا مفروض ما نروح نجوجلها شوف التيرفلوبس 118.5 الاكس بوكس 12 وشوي اوكي هذا الفرحين بيصير قوي وخطير ب 112 اوكي طبعا هذا القديم تحديثه جاي بيحطون على الديزاين الجديد والكورز الجديدين ما عندنا الجدد لأن هذا قديم وأهم شيء في كواترو في الكواترو سيريز طبعا هذول الجدد حتى الديزاين مالهم جديد توم نزينه أهم شيء في الكواترو عندهم الدرايفرز okay. عشان الأوبتمايزيشن عشان تستخدم القوة في ناس كثيرين يشترون RTX ولا تايتن ويسوون طرق غريبة عشان يحطون كواترو درايفرز يثبتون الكواترو درايفرز على جهازهم عشان يستخدمون يحاولون يجيبون قوة الكواترو درايفر لأنهم ذلي ترى نفس البنية خاصة هذولي يقول لك هذا راح يبدأ بيعه وإنك متى بينشحن لك في أوغست في شهر 8 لو إنك بتطلبه من الموقع نرجع الحين هذولي هذا نفس المعالج الـ HBM اللي قبل شوي هذا كيف ترتيبه كيف محطوط كيف بنيته بالعوايد في الـ هي في الجي بي وات يصير عندك الجي دي دي ار 6 الجي دي دي ار 6 العاديين لكل الناس يصير عندك الداي الجي بي في النص ودار مدارهم حواليهم هذول كلهم النون فلاش للدي دي للجي دي دي ار اللي هي الرام الرامز اللي هو الفي رام الرامز حق الجي بي يو مثلا 4 8 مثل قبل الحين هو اللي حاطين الجديد اتش بي ام 2 8 الجي دي دي ار 6 اللي موجود عندهم 8 فراح يكونون هذه لي 8 في الجوانب في نوع 4 فراح يكون 4 طبعا ما بلازم يصير 4 8 هم كيف راح يكونون يعني هم يحاولون يكثرون من النون فلاش اكثر من اللي عندك عشان يكتبون يمين ويسار للعمر مال النون فلاش لان مع الكتابه والقراءه يقومون
في شغل ثاني هذا. لو نروح يمين ما بلاقي الكلمة العربية يوضح لكم أكثر كيف ال إيه هذا هم مصفوفين. إذا ما خاب ظني وقف هذا وشو؟ لا هذا القديمة. بس إيه هذا الجديدة. الطريقة. أي طريقة إيه. طيب. فهذا الحركة. أما الديدي الفيرام دي الموجودين في ال HBM الجدد. الفيرام هي نعد المصطلح أن المصطلحات اللي هي عندك الرام هذا الحق CPU. الرام اللي تشتري مثلا الفيرام هذا الرام الحق الجي بي يو. الجي بي يو لان الجي بي يو يحتاج برضو. فهذا حين ال HBM هذه الطريقة الهندسة حقتها HBM2 برضو نفس الطريقة وبينزلونك برضو الحين اللي نزلت تقريبا بس اول ما حطت HBM2E اسرع بزيادة. فراح الطريقة الدي رام راح تكون كذا كلها على نفس ال على نفس ال يعني نسوي لها على نفس الداي اي على نفس هذا الدايو في الوسط او السي معالج الجي داي الشريحه الشيب اي يكونون هذيل كلهم هنا مثلا مش مركبين كل شيء فوق بعض. طبعا انتم تشوفونها شيء بسيط لكن ترى هندسه وفلوس وملايين وصرف واشياء الى درجه يقولون لك الجي دي دي ار ما راح يوقف جي دي دي ار يتم هذا القطاع خاص فيه سريع وكل شيء حق العاب حق بي اشخاص يستخدمونه. الاتش بي ام راح يكون فئه ثانيه يعني ما تقدر تنافس ذا هذا ذا سوقه غير استخدامه غير وتطويره غير وهذا تطويره غير وسوق الدي دي ار لازم تحسب ان الاوبتمايزيشن السنوات الدرايفرز المبنيه الدعم للتطبيقات من الاف السنين عليه الجي دي دي ار صح دي لان اللي بتاخذيه ما تاخذ شركه يعني ما راح تاخذيه عشان تنزل لعبه عشان تلعب في ستيم ولا شيء على قصدي هذا لان ذا لحق شركات عندهم برامج مخصصه موجوده عليهم عندهم اشياء مخصصه يدرون عليهم ومبني على ذا الشيء تطويره جاهز على ذا الشيء يعني. فهذه الطريقه هذا الجي بي يو وين موجود وكيف السلايدز اللي موجود عليه كيف التبريد راح يكون الى الان ما ادري عنه لأن هذا معروف عن انه بتوس هيست يطلع حراره لان عندك الستوكس هذا اللي انا سميته اوريو اوكي الطبقات بالعوائد بالعوائد تشوفون شفتوا الديرام الديرام هذول شوفهم شلون مصفوفين در مداره شرايح اما هذا قلبوها اوريو طبقات يعني طبقات فوق بعض يسوون لها ستوك كبيره يكثرون منها يزيدون زياده على اللزوم تبي 1 جيجا ما حط لك مثلا شيب شيبين ثلاثه حط لك 40 شيب عادي طيب عشان يستخدمون القوه كلها. والمشكله الثانيه لل مثلا اقول لك لو بيحطونه في الماك اللي هي ان اكثر من ماذر بورد اكثر من سلايدز او اكثر من طبقات اكثر من طبقه عندك طبقه اللي هي الديرام هذا طبقه الديرام وعندك هذا هنا هذا يوصلك هذا يوصله بالجي بي يو بعد توصيله بالجي بي يو ما بدايركت على طول ينزل يشبك في البي سي اي لان احنا نتكلم الحين على كارد نتكلم عن كمبيوتر فيديو كارد الفيديو كارد ما عندي فيديو كارد موجود منه ما ادري ايش تطالع انت هناك يكون قطعه كبيره اللي هو هذا هو هذا بعدها هذه عشان تترجمه للبي سي اي عشان تشبكها في الكمبيوتر الا وهي هاي دي ايه القطعه النحاس اللي تحت دي بس هم يتكلموا احنا قاعدين نشوفها بالعرض هذا نشوفها بالطول هذا نشوفها بالطول نشوفها احنا الحين كذا هذا اللي هي الشريحه الاولى اللي هي مادر بورد اول ما السي بي يو الجي بي يو بعدها عندك الستوكس الدي رام بعدها عندك شريحة ثانية تحت لأنهم بيصير عريض بيصير ثيك إحنا ما بجسين نشوفه كذا جسين نشوفه كذا سيدة هي بالسمك حق ايه. يعني أوكي لكن شو مثل ما نشوف الحين الديرام كيف يروح حق السي بي يو شوف كيف الكونكترز كثيرين يوصلون فوق الأربعين فوق الخمسين فوق الميتين وبعدين من السي بي يو ينزل شوف كيف وكيف يصعد من هنا لو بنرجع لحق ذيلي هنا التوصيل حقتهم هنا لو تشوفون اللاينز لو تقدر تسوهم اي تشوفون اللاينز هذا التوصيل حقه الجي بي يو ودايركت تترجم الى هنا شوفوا الخطوط اللي احنا قاعدين نشوف الحين انت بالطول ما بالسطح سطحيا كذا ما هو بكذا طيب فهذا هذا التقنيه حقتهم هذه الاشياء اللي راح يستخدمونها هذا اللي هنا مثلا الفورم فاكتورز يقول لك هنا انه راح يكون 94% ليس بي سي بي هنا سيرفيس اريا ذان جي دي دي ار او ما غيرها جي دي ار 5 بس اوكي أي نتكلم احنا بعد عن اللي هي الكبر اليونت كامله أوكي. القطعه كامله في هنا
لو تشوفون لازم يصير عندك الداي للجي بي يو في النص ودار مدارها النون فلاش. هنا ما تحط الدار فلاش دائرية حواليه، النون فلاش تحطهم ستوك أوريو فوق بعض والجي بي يو جنبها. فعرض هي كسمكا هي أكبر بس كعرضا هي أقل، تأخذ مساحة أقل بس تأخذ سماكة أكبر. صح، بس أنت ما تدري إلى الآن هل الديرام راح تكون مثلا هنا بس في الجنب، السي بي راح يكون هنا في الجنب، كيف التقسيم قصدك يحطونهم على داي واحد إذا بيحولونهم لأن ما تدري عنها إلى الآن. فأنت القسمة دي كلها هل كيف صفهم إذا كانوا على، لأن المشكلة إحنا بنقارن لكم شيء مش موجود على لابتوب كمبيوتر، فكيف راح يحطون؟ صار اللابتوب، اللابتوب 100% راح يكون كذا. طبعا هذا الجي بي يو، هذا الكارد يعني حق البي سي، لكن هذي. نفس الحركه يعني في اللابتوب دي اللي موجوده دي الحركه، وتكون الكونكتر دي اللي موجودين من وراها تلحيمها في نفس المذر بورد. بس الحين هذه تصير هذه القطعه في النص لو تقصونها كذا مثلا، هذه تصير حالها من حالها كذا او كذا، هذا تصير في المذر بورد مال اللابتوب لان دي موجوده اوريدي عندنا، نعرف كيف ترتيبها كذا تصير هذا النظام كذا، ومشبوكه دايركت انها ملحمه لانها ما مع المذر بورد، ملحمه في المذر بورد، مشبوكه على المذر بورد واحد مع السي بي يو والجي بي يو دايركت البي سي. ولو تترجم الحق ولو تترجم الحق اللابتوب بتصير نفس الطريقه، لكن الكونكتر حقها يكون في الجوانب لانك تقدر تفصله وتركبه. فالديرام الحين عندنا احنا او الاتش بي ام موجوده عندنا لحق الكارد نفسها، كيف ترتيبها كذا مركبين فوق بعض، ف ما راح يغيرون الترتيب. اتوقع انه راح يكون نفس الحركه مثل ما سوون جي بي في الجي دي ار 6 لحق اللابتوب والبي سي، فراح تكون هنا نفس الشيء. هذا بما ان احنا نعرف البي سي راح كيف راح يكون، فتقريبا اللابتوب راح يكون نفسها بس بدل ما يكون في خارجي قطعه خارجيه ذي راح يكون من تحت. طيب انا توقعي انهم لان اذا اللابتوب هذا ما هو كمبيوتر، اتوقع انهم يمكن يسوون اكثر من اللي هي بانك حق ديرا، تصير يعني عندهم مثلا 2 اوريو. اوكي انا ابي هالشغله تقوم، ابي الناس اذا حد يشرح لنا الفيديو اوريو. طيب بعدين يقول رحمه الله علي قال انه اوريو. بس مثلا يمكن يكون نفس الحركه دي، ما ادري هل هذا ما هب الديرام ما هب ما هب ما برامس بيلي ذيل ما برام. انا عارف بس ان هذا كلها يعني قصدك تصير موجوده في الداي مع الداي. طيب. يعني تحاول تقول انها بتصير نفس الام بي يوز. طيب الحين لو بنشوف لكم ابل نفسها شو اللي مسويه، شو المعالجات اللي حاطين. لو نفتح موقع ابل مثل ما نشوف فوق، هذه اللي قبل شهرين نازلين، هذا تحدث الحين بس بمعالج الجي بي يو جديد بس، فما حطوا عليه حتى نيو. انا المكتوب على نيو 13 اللي هو هذا بس. طبعا تحديثه كان من تحت لتحت. مكلمه وانا انا بشتري قلت لكم هنا، فقلت لهم نزلوا بسرعه. كلم شو اسمه ذا، نخش على الفئات هنا. الفئات ال16 في فئتين، فئه ذي فيها فيها ثلاث فئات لحق الجي بي يو، هذه فيها اربع فئات. فنضغط ثلاث تجميعات. فنضغط على هذه ونشوفهم. ننزل هنا مع ان هذا الرام، هذا الرام الجديد ذا الفور الايت، هذا الفيران الرام حق هذا أربعة. اوكي هذا الام 3، هذا وينها، هذا اتش بي ام 2. شوف القفزه كيف، $800 لكن تقولون غالي ما ادري شنو. وين شفت الجي بي يو قبل شوي؟ لا دقيقه نقدر نروح حق الراديون برو 500 5500 ام مثلا، تحط هذا تروح مثلا نقول لك تحط 3-4 اي شيء تحط هذا. الحين تقدر تروح تسوي لك ويندوز او تدور لك ويندوز بنفس بنفس هالقطع مقارنه، بس اذا قطيت كذا ما في لابتوب كذا. اوكي بس تحط اللي هي الاتش بي ام 2 الحين ما تقدر تقارنه انه ما في لابتوب باتش بي ام 2، يعني لازم اروح اجيب سوبر كمبيوتر. ومن اللي عنده سوبر كمبيوتر في بيته؟ بس انت اذا نقلت على 800 انت تقول 800 دي غالي الجي بي يو، ليش ابل حطتها؟ قارن المعماريه او طريقه البناء حق الاتش بي ام 2 بالجرافيكس اللي موجود قبل شوي، رقم 8000 9000 شلون هذه الفئه من الفئات يعني او هذه
لو هذا الوحيد اللي هي 8000 او 9000 يعني. هنا ابل كيف اول حاجه سقرته ونزلته في اللابتوب، هذا اغلى كان يكون ذي الفئه، كانت تكون اغلى. فكيف سوته وكيف الاشياء دي؟ ف 800 رخيص يعني 800 ل 9000. طيب فلو بنتكلم لكم الحين ابل كيف حطته، وابل شو اللي واجهت الى الان وكيف تبي تحله. كبدايه قلنا لكم انه راح يكون شنو، راح يكون حار في لازم هذا الحلوه هذا بالعرضي، هذا بالعرض لحق نفس المعالج اللي قبل الجي بي يو نفس الحركه. شو الديرام الرامات اللي فوق كيف موجوده، اللوجيك هنا داي، فكيف مركبين الكونكتر، شوفوا كيف مركبين وكيف نازلين واصلين هنا ونازل على الجي بي. طبعا هذه خطوط خفيفه لحام نيدلز مئات الاف، فكيف راح يحطونها بعدين على البي سي او اللابتوب اللي موجود الحين من قبل ما ندري. السرعه ليش ال HBM هو اصلا مستوي حق السرعه، ليش اسرع بكثير يعني هنا 35 مره يعني، وتشيل هذا وتحطه هنا وهنا 10.66. كاتبين ساعه من الصور اللي وريناها من اكس 3. فليش السرعه كذا اسالك انا، تسالني التقنيه اللي موجوده التقنيه كيف مسوينها. اوكي فلو بتقارن طيب ابل كيف بتحطها الحين لو نجي هنا، هذا الرامات 80 لابتوبات ابل نقدر نخليهم على جنب كذا. طيب الحين هذا HBM2، هذا اللي ب 800 دولار لو بسوي قفزه من القديم الى الكبير. هنا الاول واحد هذا النواه اللي موجوده في المعالج نفسه في الجي بي يو نفسه الكمبيوتر نفسه، اغلى واحد 20 نواه، ثاني واحد 24 نواه، ال HBM2 40 نواه. شوف القفزه كيف. طيب كلوك سبيد، كلوك سبيد طبعا انزل هي 1250 1300 1350، اضعف فيهم اضعف واحد فيهم كلهم. هو ما في كلوك سبيد عالي، بس ما يحتاج كلوك سبيد عالي اذا كان يسوي اللي يسوي المهمات بسرعه في السرعه حقته. في السرعه حقته لو تروح حق اللي هي تيرفلوبس، تيرفلوبس 3.2 4 5.3 ذا الكونسولز الحاليين. ايوه خلاص حق اكس بوكس 1 وبلاي ستيشن 4. طيب اللابتوبات يعني في موجودين زي كذا في لابتوب ويندوز في زياده. اوكي حلو، ار تي اكس عندنا. اوكي الميموري تايب هذا هم الكلام، الميموري تايب هذا الفرق الكبير، هذا الاتش بي ام 2 هذا السرعه. نشوف السرعه هنا او الباند ويث او الباند ويث نطاق المعلومات طريق المعلومات تقدر تقول. عندك اللي هي 192 و192 394 جيجا بت بالسكند. اوكي هذا فرق السرعه لو بتقارنهم مع اللابتوبات اللي موجوده الديسكتوبس. اي الديسكتوب قصدي، شوفوا كيف التيرافلوبس كيف النقز هنا طبعا غالي. فال HBM ده تقدر تشيله وتحطه هنا، احيانا تقدر تشيله وتحطه هنا. وهو مقارنته اقرب شيء تقارنه به هذول الاثنين، هم بين الاثنين. اي كتيرافلوبس هذا طبعا كثير فلوبس هذا احسن من بس ما تحتاج انت اي ما اقول لكم ليش ما تحتاج راتير فلوبس كسرعه الهرتز. شوفهم كل من ترقى كل من يرقى شوي ما عدا او ما عدا اول اثنين كلهم جي دي دي ار 6 كلهم جي دي دي ار 6 ما عدا هذا الاتش بي ام 2 8 8 8 8 على شيء. ما تقارن الا ما تقارنهم الا بالاثنين هذولي، بس تقارن هذا بهذا لان هذا اضعف من تقارنه بقوى من بهذا وبهذا. يعني أداءه بيصير يتقارن بأقوى ديسكتوبات مالين أبل. لا مش مالين أبل يعني، بس مالين أبل في أكبر. بس أحنا بكلمك كبداية ليش أبل مغير منزل السرعة. أول حاجة ال HBM مش مصنوع حق لابتوب إلى الآن، مصنوع حق بي سي. هنا الطاقة حق البي سي يأخذ أكثر. أبل تقول لك الآن إن سرعة الجديد هذا 75% أسرع من اللي تحته أو من أول واحد. إذا لكن هل أنت راح تشتري علشان 75% راح تسوي لك أي شيء؟ لا، يعني أنت ماخذ سيارة السرعة المسموحة عندك هنا 120 ولا 200، تخذ 300 وأنت ما استفدت فيها. تخيل 300 عندك سيارة، تخيل في سيارة سرعتها 1000 تستفيد منها؟ وأنت بتقول أوه ممكن خلاص اشترى، تفضل لك دي هذا الأوريو مالتك. أيوة أوكي أنا قصدك على السرعة، يعني اللي تحت يكفي ويزيد غير الجي دي آر 6 يعني يكفي ويزيد. أنت تبي هذا كلامنا الحق اي فئه هذا الجهاز. فابل ايش سوت؟ هذا يعني مثل ما تقول حصان يبي باور قوي،
أبل شو اللي سوت الحركة؟ أبل قالت لك 75% هذا بعد ما سوت له ريديوس لحق الطاقة حقتها. أبل ما تقدر تعطيه أكثر يعني من 50% أو 50 واط بس. ليش؟ لأن لابتوبات أبل مدخلها بالتايب سي. تايب سي اللي عند أبل أو الشاحن الباور بلاج حق أبل حق اللابتوب 96 واط. أوكي 96 واط والجي بي يو اللي بركبته هنا أبل ياخذ مثلا 50 واط. شو اللي باقي؟ باقي 40 وعليها 46 كذا. فالأرقام اللي باقي ذي المعالج مثلا 9 جينيريشن ماخذ مثلا 20 25 مثلا معالجات انت الموجودة. فأبل لازم تسوي الريديوس، ما تقدر تعطي القوة كلها، ما تقدر تعطي الوطات أعلى. فلو بوريكم الحين هنا نشوف مثلا اللي موجودين هنا، شوفوا كيف أبل سوت له ريديوس خلته على 50 واط. هذا هو، هذا هو جديد ار 6 وذي كلهم عطتهم 50 واط. السرعة حقيقية هو يعني مبني، طبعا ما تقدر تقارن السرعة حقيقية لأنه هو أول مرة، ما تقارن بجهاز ثاني. لو إنه موجود لابتوب ثاني نشوف سرعة هذاك نفسه ولا مش نفسه، لكن أبل نزلت سرعتها لو كمقارنة خفيفة يعني. فهذه الحركة اللي سوتها أبل عشان تحافظ وتقول لك إلى الآن 75. بعض الناس يقول لك مستحيل يوصل 75، إنك أرقام اللي تقولها على مقارنات وعلى أوقات معينة وكيف استخدموه في البرد وفي الحر وكيف الجهاز والكرف اللي سووه. فتقول بعضهم يقول لك يمكن يعطيك 40% أكثر أو 60% أكثر لهالدرجة يعني. فتقدر تحسب حساب الحرارة، تحسب حساب أشياء كثيرة راح تسويها. فهذا الشيء أنا إحنا نبي نعلمكم بس كيف لغة البرمجة اللي هي HBM2 اللي مسوينها غيرها وبين بينها وبين GDDR6. لكن أنا ما راح أشرح حق شخص شنو HBM2 إذا كان بيشتري، لأن الأشخاص اللي يبون يشترون HBM2 هذي اللي أوردي يعرفون كل شيء. ما راح أعلم ناسا وبجهزتها شنو HBM2 وهم أوردي يستخدمون الأشياء يعني. دي الفئات دي الأساتذة حق ذا الشيء، فهمتوا كيف؟ فأبعلمكم إن أخذ اللي تحته ممتاز وشغال ما في أي شيء وقوي وزي السلام عليكم في السرعة وفي كل شيء. فهذه الأشياء اللي متوهقة قبل وكيف سواتها. أنت توقع علي الحرارة راح تزيد، توقعك طبعا قبل مفروض تزيد. أنا عنك الحين هذا سوت الحركة ذي في الجي بي، ليش قبل ما حطت ال 10 جينيريشن انتل؟ لان طلعت الاخبار ان المعالج 10 جينيريشن لو بتحطه في اللابتوب هذا فئه الاتش، ما ادري اي فئه دي اسمها الاتش الهاي، فيها مشاكل في الحراره سمعت عنها انا. فقبل ما حطته حطت ال 10 جينيريشن في الماك بوك برو 13 اللي قبل شهرين والماك بوك اير اللي قبل شهرين برضو نزلتها من 3 شهور حطتهم هناك. لكن في الماك بوك برو اللي توه قبل اسبوع نزلتها ده 16 انش ما حطتها لان فيها مشاكل في الحراره. أبل توقع قاست كل شيء واختبرت كل شيء، هذا بوجهه نظري وتصير غلط. انا استعد يعني قاعد انتظر ان ممكن تصير غلط لنزل اللابتوب، لكن بما انها ما حطت هذا الشيء بسبب هذا الشيء، لان تقدر تحطه وتكتب بس براند بس تحط شعار نيوم مبيعاتها راح تزيد نيوم يعني تنجريش الحاله بيعطيك يمكن 5% زياده، لا اكثر من 25 او شيء لا ما وصلت 20 ما ادري 5 لا لو البرفورمانس الاداء 20 او 15 شيء كذا. فاذا اعطتك ال 15 هذا اللي راح اعطيك اياها وترتفع حراره جهازك وراح تنزل تحت ال 15 ممكن تنزل 30 ماينس. فتقول لك ابل لا خلنا على سرعه اللي عندنا، هذا مشاكل من انتل اللي الان موجوده. فابل ما نزلت الجيل العاشر يمكن خلاص، يمكن نهايه السنه ينزلون شيء، يمكن السنه الجايه لان انتل السنه الجايه يمكن تروح على ال 7 جينيريشن 7 نانومتر قصدي الحق الانتل السنه الجايه اللي المعالجات ارم راح توصل 5 نانومتر. فابل اتوقع ان باي باي انتل السنه هذه، او يمكن السنه الجايه تنزل 7 نانومتر معها الى الان ما ندري. بس الحين قربنا بقوه لحق ابل تقول حق انتل باي باي. ابل راح تنتقل على معالجات ارم، يمكن في مؤتمر المطور راح تتكلم ابل عن معالجات ارم الحين، ويمكن تتأخر شوي. لكن أتوقع أن معالجات أرم راح تنزل على الماك بوك، في فئة اسمها ماك بوك راح تنزل عليها معالجات أرم كبداية تقيس وتبدأ حق المطور. لأن المعالج لو تغير المعالج لازم مثل ما تقول أن البرامج لازم تدعم المعالجات الجديدة أرم في اللابتوبات، مدعومة في الآيباد وذيلي لكن في اللابتوبات لازم تدعمهم الحين. فالحركة ذي لازم تخلي المطورين يقوم. معالجات ARM نزلت في المايكروسوفت سيرفيس برضو X. لكن في مشاكل مايكروسوفت أو إنتل صعب إنها تجبر المطورين كلها معالج برامج إنتل كثيرة موجودة في كل مكان. أو ما برامج إنتل، برامج الـ X86 برامج الويندوز غصتي موجودة في كل مكان كثيرة، الكمبيوترات أو المعالجات. فصعب إنها تجبر المبرمجين اللي حول العالم ينتجون الحين إلا
ان الناس او الشركات تقلل انتاج اي ام دي وانتل او الاكسري 6 عشان ترجع، لكن ابل لا عندها اجهزه بحد موحدة. انا بحط معالجات ارم الحين، يلا انتوا المبرمجين تبرجون عليهم ولا ما راح يشتغلون برامجكم. و اي ام دي درت بهذا الشيء اللي قامت تدخل بتسوي جي بي وات حق اللي هي الجوالات تبي تسوي ايه صح، اللي هي سي بي وات على ارم مبنيه على ارم. تدري انه اذا ما كان المستقبل للكمبيوترات كامل، لان في احتمال كبير انه مستقبل الكمبيوترات بيظل على اكسري 6 بس اللابتوبات يمكن يحولون على ارم. فاذا ما كان كذا يظلون اهم يظلونهم كاسبين يعني نسبه كبيره، لان انتل باعت اللي هي الموبل شيب، الموبل شيب وشنو الثاني ذا بعد حق المودمز مالينها كلهم باعاهم بعد كل، لان ما بعرف تسوي شيء. اي ام دي تدري بالسوق، تدري انها في رباحها من هناك. وانت بتتكلم عن الحراره عن اللي هي الاتش بي ام 2، الاتش بي ام 2 بعد الموجودين الكارد مالت انفيديا شفناها على الموقع اللي هي كواترو في جي 100 295 واط، لانك ما تبي سي انت بتسم انك بي سي. لا صح صح انا شايفها ومتكلم بسناب انا برضو قايل عنها، وبينزل فيديو الحق ذا الكلام حقي في سناب ان شاء الله، فيديو ثاني سنابات راح ينزل في القناه. شيء ينزل في الوقت، شيء طبيعي هو ان البي سي اعلى. فكيف ابل شلت كلهم ذا ونزلته وسوت ريديوس من 250 ونزلته الين 50؟ فهذا الشيء يعني مثل ما تقول شيء حصان هايج مسكته وجس مكانك. وكل ما خذ كهرب كثير، كل ما خذ قوه اكثر، كل ما خذ حراره، كل ما طلع حراره اكثر. يعني تعرف اللي هي باور وهيت. فابل لازم نسوي الشيء هذا نشوف قدام، يمكن يصير في حراره، يمكن يصير في مشاكل، يمكن يشد يحترق صح، يمكن يدخن كنت كراسيدا 86 كاربن نفس دقيق المثال. جالكسي 7 فاين اديشن، الفان اديشن ما اخترب البطاريه، لا الفان اديشن ما انفجر، البطاريه الخضراء والبطاريه ما بالخضراء. انا مش الفان اديشن، انا بس جبت طريق هذا احسن واحد، هذا بعد التصليح من أوكي. طيب عندك اي خبر تضيفه؟ AMD عندها كارد. طيب هذا هو، يعني هذا HBM2 طبعا، هذا 7 نانومتر حاله طبعا. هذا وشو اي واحد؟ هذا الراديون. شوف كيف تركيبه، شوف كم قيمته. لا هذا ما هو بغالي واجد. طيب بس طبعا تشوف الماركتينج مال الاساسي اللي هو ورك ستيشن. فشوف جيمنج موجود، جيمنج يعطيك زياده، ما اقول لك ما يعطيك بس خسرت فلوسك فيه. يعني تقدر تجيب اداء بشيء بجهاز ثاني. كيف يتحول؟ شوف ينفك، شوف الستوكس، الهيت سينك والستوكس، شوفوا من درب داره هذا اللي كبار ستاك، هذا فوق. شوف الهيت سينكس من فوق، هذا النحاس الكابر الكابر هيت سينك، والمراوح ثلاث مراوح عشان يبردون عليه. طبعا هذا اللي احنا جالسين عليه اللي هي الراديون، هذا ما يجيب اداء ورك ستيشن يعني حتى حق الالعاب الكواترو، الكواترو جي في 100 ذاك، كواترو جي في 100 ذاك بس حق ورك ستيشن، ما تستخدم اي شيء ثاني. اما هذا هاي اند، هذا تقارنه بش تقارنه؟ بتقارنه بالتايتن عند الار تي اكس. هذا شنو جديد؟ ار 6 قيمهم رخيصه، جدار 6 ب 400. اي المهم دائما قيمهم رخيصه، وحتى الكهرب مالهم كل شيء زوين، كل شيء حلو، بس انفيديا احسن. طيب بس أي. فاذا حبيتوا اي شيء اكتبوا لنا تحت التعليقات. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع، ملك المقطع، تعليقاتكم تهمني، ولا تنسوني من فاضل دعاكم. السلام عليكم.